شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبع فطور الكرام كل باسمه وصفته. هذا الفطور الكبير الذي اتسع هذا الفضاء في هذا اليوم المبارك هو يوم يخصص لتكريم أحد أعلام الوطنيين هو السي محمود خضر الحمدوتي، وطني كبير مجاهد، يعني جاهد على المستوى الوطني ولا على المستوى المغاربي، نكرم له كل التقدير والاحترام. وما حضورنا اليوم معه أو مع في هذا الحفل إلا عرض وفاء وغرور بهؤلاء الوطنيين الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل عزة الوطن وكرامته، وليس الوطن فقط وإنما على المستوى المغاربي والإفريقي كامل. طبعا هذا اللقاء الذي يحتضنه اليوم قضاء الذاكرة التاريخية لمقاومة التحرير يأتي أيضا في يعني محاولة من المساهمة مع مختلف الشرائح المجتمع ومع مختلف الهيئات سواء المدنية أو السياسية في إبراز وإظهار مختلف الجوانب التي تزخر بها ذاكرتنا التاريخية. هذه الجوانب المتعددة الروح هي كثيرة جدا، فيها ما هو وطني، فيها ما هو محلي، فيها ما هو إقليمي، فيها ما هو مغاربي، فيها ما هو إفريقي، وفيها ما هو عالمي. إذن هذه الجوانب التي لا يمكن للمؤسسة فقط لوحدها يعني تبرزها إلا بشراكة وتعاون وتضافر جهود جميع الشركاء المؤسساتيين. طبعا هذا اللقاء اللي يعني يخصص اليوم لموضوع شيق وموضوع مهم اللي هو مساهمة المغرب في تحرير الجزائر، واللي ايضا تتم خلاله تقديم قراءة لكتاب الأستاذ كندا الموسوم بالمغرب وحرب تحرير الجزائر هي جوانب من التضامن المغربي مع الجزائر. يأتي أيضا في هذا المسار اللي هو مسار حرص المندوبية السامية للقضاء والمقاومة وجيش التحرير على إبراز هذا التاريخ النضالي المشترك. طبعا هذا الكتاب هذا يأتي ضمن سلسلة مجموعة من الإصدارات التي أصدرتها المندوبية السامية في هذا الموضوع، واللي بدات إصدار وحدة المغرب في ذاكرة المقاومة وجيش التحرير سنة 2002. تلا إصدار آخر للموسوم بعنوان محمد الخامس كفاح من أجل الاستقلال وشعب حركات التحرر الإفريقية. ثم كتاب وحدة المغرب الكبير في ذاكرة الأحزاب وحركة التحرير والمقاومة المغاربية سنة 2008. وكتاب جماعي نصوم بالذاكرة التاريخية المشتركة المغربية الجزائرية. ثم هذا الكتاب اليوم الذي سيتم طبعا توقيعه في هذا الحفل. طبعا هذا يعني جانب واحد من المجهودات التي نقوم بها من أجل التعريف بما قدمه المغرب والمغاربة، والمغرب والمغاربة شعبا وحكومة وعرشا قدموا الغالي والنفيس من أجل تحرر البلدان المغاربية وحتى البلدان الإفريقية. وهذا ما يعني يتطرق له الإخوة الباحثين في هذه يعني المداخلات التي أكيد أنها ستكون مداخلة شيقة ومليئة بالمعلومات التي ربما اليوم ستعرف هذه المعلومات لأول مرة، لأنه أنا أعرف أن الكتاب استند على وثائق مهمة منها ما هو يكتسي الطابع السرية في الأرشيفات الأجدادية، لأن الكتاب
يزخر بالمعلومات، وايضا اعرف الاساتذه عن قرب المحاضرين ولديهم معطيات دقيقه علميه اكاديميه يعني لتثبيت هذا المشهد. قلت المندوبيه الثانيه ايضا تعمل على جوانب اخرى. العمل اليوم على اغناء فضاء الذاكره التاريخيه للمقاومه والتحرير باروقه خاصه لدعم المغرب لحركات التحرر الافريقيه والمغاربيه وخاصه حركه التحرر الجزائريه. وبدات تجربه من فضاء الذاكره التاريخيه للمقاومه والتحرير بوجده، حيث يحتوي اليوم على رواق الذاكره المغربيه الجزائريه المشتركه، وهو رواق غني بالصور، غني بالوثائق، غني بالمعروضات التي تؤرخ لهذه المرحله بكل تجرد ومصداقيه. والكل مدعو ان شاء الله لزياره هذا الرواق في افق تعميمه على مختلف المدن، خاصه يعني كمرحله اوليه بالمنطقه الشرقيه، على مختلف فضاء الذاكره التاريخيه، ليكون ايضا مرجعا لكل من يريد ان يتعرف على ما قدمه المغرب والمغاربه لحركه التحرر الجزائريه. هذا جانب اخر. هناك الجانب الثالث اللي هو جانب توطين وتعليم ومراكز جيش او مراكز جبهه التحرير الجزائريه التي اتخذت على الجبهه كقاعده خلفيه ضمن التراب الوطني، ضمن التراب المغربي، والتي تعثر بها الجهه الشرقيه. تقريبا لدينا احصاء ما يحاول حوالي 43 مركز بما فيهم مراكز التموين ومراكز التدريب ومراكز ديال الاستشفاء والتطوير. هذا يعني بعض الجوانب بعجاله. العمل دؤوب، ولكن لا يمكن ان يثمر هذا العمل الا بتضافر الجميع طبعا. وانتم الحاضرين مشكورين، مدعوون للانخراط في هذا العمل الكبير، ونحن سعداء بالمشاركه معكم اليوم في هذا يعني اللقاء الكبير من اجل التعريف بجانب من جوانب الذاكره التاريخيه المغربيه، اللي هو جانب يعني عنده قيمته، وجانب يعني كان في الواقع ولا يزال ولا يمكن محوه باي شكل من الاشكال. واليوم نحن في طور ابرازه ليظهر اكثر واكثر، لاننا نحن الاول والاخير دعاة سلام ودعاة وئام ودعاة يعني الاتحاد، ونحن طبعا ملتزمون تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله بحسن الجوار ويعني بحسن يعني المعامله بطبيعه الحال، لان هذه هي الشيم وهذه هي القيم التي تربينا عليها، وهذه هي قيم الاباء والاجداد من المجاهدين والمقاومين واعضاء جيش التحرير، ونحن على دربهم سائرون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.